عليكم، الله يسعدك لأوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل سحب الفائزة بالمسابقة. فمثل ما أنتم شايفين أنا الآن جالسة أصور لكم شاشة الجوال، لأنه راح أستعين في تطبيق لحتى يسحب لي اسم الفائزة. أول شيء محتاجين أننا نروح على الإنستغرام، هذا هو حساب التاجر عندي. نفتح بوست المسابقة، هذه هي المسابقة. خلوني اطلع القلم لحتى يساعدني اكثر من اصبعي. ثم راح اخذ رابط المسابقة، هنا نسخ الرابط. بعدين اجي الى التطبيقات، راح استخدم هذا رافي. فابدأ هنا، يقول لك حط رابط المسابقة، هذا هو لصقت الرابط. ثم بعمل بحث على المنشور. بعد ما طلع لي منشور المسابقة، هذا هو طبعا اسم المسابقة، لوازم كيك، ما بعرف هو بيطلب هذه الاشياء لانه سبق وحملت التطبيق وشفت عنه. بالنسبة لعدد الفائزين 1، بنعمل حسنا. ثم نضغط ابدأ الهدية. عملة غير كافية، حسنا لديك عملات. اوكي، يعني يبغالي اشتري، بشتري بالعملة هنا، بدفع عن طريق موبايلي. والله قاعدين نعمل اشهار، يلا ان شاء الله ان شاء الله يشتغل ويسحب لي الاسم، لانه جربت كتير تطبيقات وللاسف ما بتسحب اسم. فا اوكي، اكتمل الدفع بنجاح. اوكي، لوازم الكيك، وعندنا السحب 1، وبنعمل ابدا الهديه. الان جالس يطلع لنا التعليقات اللي موجوده بالمنشور، فلازم نستنى عليه شوي. خلاص، في هذه المرحلة طلع التعليقات، والآن جالس يسحب من التعليقات، فهو بيسحب عشوائي. لا إله إلا الله. نشوف من أوكي. باتر أند فلاور، أوكي، ألف مبروك باتر أند فلاور. فمثل ما أنتم شايفين هنا عملة منشن لثلاث أشخاص، مثل ما قالت التاجرة وكتب يا رب أفوز مرة بس. يلا ألف مبروك، وإن شاء الله تنبسطين بالهدية. قبل ما أعمل ولا شيء، راح أخذ صورة للشاشة. أوكي، أخذ صورة للشاشة لحتى يفضل عندي اسم التاجرة موجود. بعدين أروح للإنستغرام، هذا حساب التاجرة، لأنه هي قالت لازم الفائزة تكون متابعة حسابها. فبنعمل هنا بنشوف هل مشتركة في الحساب ولا لا. باتر اند فلاور، هذه هي مثل ما انتم شايفين، يعني الفائزة عندنا عاملة كل شروط المسابقة، واللي هي مشتركة بحساب التاجرة، وأيضا حطت منشن لثلاث أشخاص. ألف ألف مبروك عليك الهدية، وإن شاء الله يا رب تنبسطين فيها وتفرحين وتعمل فيها أجمل الحلويات. طبعا الآن راح أتواصل مع الفائزة إن شاء الله يا رب لحتى نوصل لها الهدية. واللي حلو إنه الفائزة بجدة، وحتى التاجرة موجودة بهالجدة، والهدية عندي هنا بالظهران، فأنا راح أرسل لها الهدية لجدة إن شاء الله يا رب. خلص يا حلوين، هذا كل شيء عن المسابقة مثل ما شفتوا، وهذه هي الفائزة، ونشوفكم إن شاء الله بمسابقة جديدة، والله يسعدكم يا رب وين ما كنتوا وين ما رحتوا.